السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز. اقول لكم تفاصيل الموضوع واقول لكم ايه سبب الوفاة واقول لكم توفى فين بالظبط يا جماعة. لا حول ولا قوة الا بالله. الدنيا قد كده يا جماعة، الدنيا ما تستاهلش زي ما بيقولوا كده اي حاجة. لحظة ممكن تنام ما تقومش. ده ما كانش نام يا جماعة، ده كان بيصور وكان في الاستوديو وكان بيشتغل ووقع ومات داخل الاستوديو. اقول لكم كل التفاصيل، وكمان اتكلم معاكم النهاردة عن حكم المحكمة على أم زياد وهبة اللي كان رادع وكان صدمة للجميع. اقول لكم كل التفاصيل. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. وقبل ما ابتدي وزي ما معوداكم، اتمنى من كل الناس اللي بتشوفني تدعي لأهالينا في غزة ان ربنا ينصرهم وان ربنا يهون عليهم اللي هم فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. بصوا يا جماعة، هبتدي معاكم بموضوع وفاة الفنان طارق عبد العزيز. ماشي يا جماعة، فجأة كده الفنان طارق عبد العزيز كان بيصور مسلسل، كان في استوديو كان بيصور مسلسل، كان في شغله يعني. ففجأة وهو بيصور المسلسل وقع، بيعملوا له الاسعافات الاوليه او جابوا له دكتور او اي حد بيشوفه، فجاه التنفس وقف ومات. طب ايه السبب؟ اقول لكم كل التفاصيل. اقول لكم الاول شويه تفاصيل عن الفنان طارق عبد العزيز. الفنان طارق عبد العزيز يا جماعه ممثل مصري ظهر في العديد من الاعمال السينمائيه والتلفزيونيه من مواليد 4 اغسطس 1968. الخبر بقى يا جماعه كالاتي، بصوا. توفي منذ قليل الفنان المصري طارق عبد العزيز بعد أزمة قلبية تعرض لها أثناء العمل، وذلك داخل موقع تصوير مسلسل وبقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف. وكشف مصدر خاص تفاصيل تلك الوعكة مشيرا إلى أن الفنان طارق عبد العزيز سقط أثناء تصوير أحد مشاهده وإصابته ببعض التشنجات وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى لينتقل للمستشفى رفقة ابنه، وهناك توفى طبعا. في خبر صادم ومفاجئ للوسط الفني، توفي منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز بعد أزمة قلبية تعرض لها أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية، ليرحل على الفور متأثرا بالمرض. وتوفي الفنان طارق عبد العزيز بعد توقف القلب بشكل مفاجئ، وهو نتيجة اضطرابات في نظم القلب مما يؤدي إلى توقف التنفس وفقدان الوعي قبل أن ينفذ أنفاسه الأخيرة. وعادة ما يحدث توقف القلب عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب أو بسبب انسداد الشرايين. على فكرة يا جماعة، هو أساسا كان عيان وكان عامل قسطرة في القلب، كان عاملها مرتين أو حاجة اسمها دعامة، عملها مرتين. المرة الأولى عملها من فترة والمرة التانية كان عاملها بالظبط من 8 شهور. اقول لكم تفاصيل الموضوع. كان قد كشف الفنان طارق عبد العزيز عن اول تعليق له بعد اجراء العمليه الجراحيه وتركيب الدعامات في القلب، مؤكدا انها تعد القسطره الثانيه، يعني عمل قسطره اولى وقسطره ثانيه. ونشر طارق عبد العزيز صوره له بعد العمليه على الفيسبوك، وكتب وقال ايه: اللهم لك الحمد دائما وابدا، تمت القسطره الثانيه وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع اني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاوله الاطمئنان الدائم بكل الطرق، وللشكر قائمه لا تنتهي على راسهم الجمهور الغالي. دي اول ما عمل القسطره، يعني كان عامل 2 قسطره في القلب يا جماعه، يعني 2 دعامات. عمل الاولى وبعد كده الثانيه، قعد 8 شهور او 6 شهور كان كويس لغايه ما توفى امبارح يا جماعه اثناء التصوير في البلاتو. يعني كان بيشتغل، ما كانش زعلان، ما كانش نايم، ما كانش فيه اي حد حاجه، كان خافف كمان وكان عامل عمليه وما كانش فيه اي حاجه تعباه، فجاه وقع طب مات. الدنيا مش مستاهله، الدنيا مش مستاهله ان احنا نتكلم على بعض، الدنيا مش مستاهله ان احنا نكره في بعض، الدنيا مش مستاهله ان احنا نقعد نشيل الهم على الفلوس والعيال واللي جاي واللي رايح ونحقد على ده ونكره ده ونتكلم على ده بصوا يا جماعه الدنيا ما تستاهلش اي حاجه. فجاه كده ممكن البني ادم ينام من غير ما ينام، ممكن الواحد يبقى واقف كده فجاه يقع يموت من غير سبب. لا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى منكم تدعوا له دعوه كويسه في التعليقات، ويا ريت يا جماعه الناس تتعظ، الناس تتعظ من اللي احنا بقينا نشوفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع الثاني، موضوع أم زياد وهبة. امبارح الحكم
علم وزياد وهبة في قضية التشهير، بعد ما طلعت طبعا شهرت بأولادها واتكلمت على بنتها وابنها وقالت ان هما كذا كذا، ومش هقعد اعيد في الكلام ده تاني، لان بجد يعني ما كنتش اتصور في يوم من الايام ان في شخصية او في ام تطلع تتكلم على اولادها بالطريقة دي، بدل ما كانت تطلع تتكلم على اولادها كده كانت المفروض تعرف هما بيعملوا ايه وتروح تعالجهم، تعالجهم نفسيا حتى، الحاجات دي بتبقى اساسا مرض نفسي. اللي حصل امبارح كان حكم المحكمة رادع جدا، اتحكم عليها بإيه؟ هقول لكم كل التفاصيل. اتحكم عليها وعلى ابنها محمد، واتحكم على زوجها اللي اسمه حسن مشال، اللي هي اتجوزته على زوجها اللي هو ام اللي هو ابو اولادها، كانت متجوزه واحد ومخلفه منه اللي هي محمد، والبنت التانية الثلاث بنات، ثلاث خمس اولاد تقريبا، اتطلقت منه بعد كده اتجوزت واحد تاني، اتحكم عليه برضو. بصوا يا جماعة، وجهت محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار كذا كذا رئيس المحكمة رسالة إلى المتهمة هبة السيد وابنها ليوم الأحد قبل الحكم عليها. وقضت المحكمة في جلسة اليوم حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني، وغيابيا للمتهم الثالث، بمعاقبة المتهمة الأولى هبة السيد بالسجن المشدد لمدة 7 سنين وتغريمها مبلغ 100,000 جنيه، ومعاقبة المتهم الثاني محمد ابنها بالسجن المشدد لمدة 10 سنين وتغريمه مبلغ 100,000 جنيه برضو، وعلى المتهم الثالث حسن بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500,000 جنيه. وجهت المحكمة بقى كلمة وقالت لها ايه؟ إن الحاجة والعوز لم تكن أبدا سبيلا يوم المتجرة بالأعراض، وأن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لا يمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها، وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلا من ستر عرضهم وحفظهم من عيون المتلصصين، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والقنوات الخاصة بها تحديدا لجذب أرباح وأموال مدنسة باستباحة العرض والشرف. دي الكلمة اللي المحكمة وجهتها لهبه السيد، ده يعني ايه زي ما بيقولوا كده ايه، هزقوها بالطريقه بعد ما اتحكم عليها 7 سنين وابنها 10 سنين وزوجها بالمؤبد. ليه يا جماعه؟ ابنها خد اكتر منها، لان ابنها في التحقيقات لما اخته جت اعترفت ان هو فعلا كان بيعمل معاها الحاجه دي، والبنت ما كشفوا عليها برضو عرفوا ان هي كانت كده هي واخوها، وهو كان بيتعالج من مرض نفسي، فالاوراق بتاعت العلاج بتاعته ما شفعتلوش قدام المحكمه، تم الحكم عليه ب10 سنين وامه ب7 سنين يا جماعه، لان هي طلعت وشهرت وفضحت اولادها بالطريقه دي. طبعا كانت كلمه المحكمه ليها سمعته، بس دي جزء بسيط، انا ما رضيتش اكمل ده بقيه العريضه او الكلام اللي قالوه كلام صعب صعب يعني ما حدش يتحمله. قعدوا يقولوا لها انت شهرتي باولادك، بدل ما كنت تشهري بيهم كنت ممكن تعالجيهم او تصلحي الموضوع ده، بدل ما تطلعي تفرجي الناس على عرض ابنك وبنتك كنت المفروض تعملي كذا كذا. صراحه ربنا يعني كانت عريضه النيابه اللي هي بتقرا العريضه اثناء ما بتقول الحكم، كانت عريضه يترفع عليها قبعه زي ما بيقولوا. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه، وانا شايفه ان ده عقاب رادع جدا لام زياد وهبه في اللي عملته في اولادها.